جبل النار. أرض العز والأحرار، أرض العز والأحرار. نحن متواجدين اليوم على حاجز حوارة، وإن شاء الله لن يكون هذا التواجد الأول والأخير، بل ستكون هناك تواجدات كثيرة لكل مؤسساتنا سواء كانت المدنية أو الحكومية، من أجل النضال والكفاح، من أجل صمود شعبنا، من أجل صمود فلسطينيتنا على هذه الأرض المغتصبة، من أجل كسر الحصار وكسر كل أساليب الاحتلال والتعدي على الأراضي والمواطنين والوجود وعلى التعدي على الحياة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض. نحن هنا متواجدون من أجل أن نبرق برسالة إلى العالم أجمعين، إلى كل الذين يسمعونا من شرفاء العالم وحكماء العالم وحكماء الوطن وشرفاء الوطن، أننا باقون على هذا الأرض كما بقي الزعتر، كما بقي الزعتر والزيتون، ولن نكل ولن نمل. نحن في مواجهة المقاومة، نحن ثوار الأرض، نحن ثوار الوطن.